في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي مع نقل الفريق الصحي حسين فريد، متكون من مقابلة وزميلة معناها ممرضة ونظر عمل دير إلى دار الثقافة حسين فريد اللي ديما معها أنشطة توعوية تثقيفية في مواضيع ذات علاقة معنا بالقطاع الصحي. تنقلنا اليوم باش نعملوا حصة تثقيف لفائدة التلاميذ، الإطار التربوي، العمل في مختلف الإدارات الموجودة في الجهة حول سرطان الثدي. سرطان الثدي اللي نعرفوا الناس الكل الأهمية نتاعو، ونعرفوا الخطورة نتاعو، نعرفوا كذلك أهمية الوقاية وما أدراك ما الوقاية. كيف إن شاء الله باش يكون على الخميس القادم يوم 27 أكتوبر في المعهد الثانوي بحسن الفريد حصة تثقيفية توعوية ثانية لفئة التلاميذ اللي معناها نتمنى يكون الحضور هنا كبير. نظمت دار الثقافة حسين الفريد بالاشتراك مع المجمع الصحي بالمنطقة يوم تحسيسي للتقصي من مرض سرطان الثدي. شهدت هذه الحملة إقبال محترم جدا من نساء المنطقة، الهدف منه هو أن نوعي النساء هذه من خطورة هذا المرض.